عقدت في الإسكندرية فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة في مصر لبحث سبل تطوير وتنشيط السياحة في الإسكندرية والساحل الشمالي. وعلى هامش المؤتمر أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون أن مصر قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة. عقدت جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع السفارة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية مؤتمرا حول مستقبل السياحة في الإسكندرية والساحل الشمالي، والذي خرج بجملة من التوصيات لبناء مراسي وتشجيع سياحة اليخوت وتسهيل إجراءات ترخيصها، فضلا عن توصيات لتطوير أداء المواني وخفض رسومها وتوصيات أخرى عامة. العمل على تصنيف بعض شواطئ الإسكندرية حسب المواصفات العالمية للشواطئ. 2. طرح مناقصة عالمية العمل براندنج للأسكندرية والساحل الشمالي بالإضافة إلى خطة تنموية طويلة الأجل لتلك المنطقة. مناقشات متعددة حول آفاق الاستثمار وتطوير الخدمات الفندقية ومواني البواخر والخدمات السياحية لأكثر من 10 مليون سائح يزورون مصر سنويا. كما أكدت وزارة السياحة تحسن حالة المناخ السياحي في مصر بمعدل 30% عن العام الماضي، وأن المستثمر المصري شرط أساسي لدخول المستثمر الأجنبي، في وقت اعتبرت فيه جمعية رجال الأعمال أن الحكومة تسعى إلى تصحيح مناخ الاستثمار. مفيش مستثمر عربي أو أجنبي هيجي يستثمر لو ملقاش أنه أبناء البلد ذات نفسها رجال الأعمال الشرفاء فيها مش هم اللي بيبادروا بالاستثمار. كان لنا لقاء قريب مع رئيس الوزراء ومع وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار، نزلنا نقابلهم في القاهرة. الحقيقة لقينا في نوع من التفتح وهم عاوزين يعملوا حاجة، لكن طبعا عشان يعملوا حاجة لازم يكون معهم الإمكانيات يعملوا حاجة. أول المعوقات اللي موجودة هي الفوضى اللي موجودة في موضوع الوقفات والاحتجاجات والآخر، ما ينفعش. الإدارة الأمريكية ترى أنه ورغم التحديات السياسية في مصر وبعض الاضطرابات إلا أن الاقتصاد ومجالات السياحة فيه يمكن أن يرتفع، وأنها تسعى إلى توضيح حجم الاضطرابات الحقيقي بوصفها في مناطق محددة وليست في مصر بكاملها. الحكومة الأمريكية تدعو رجال الأعمال وقطاع الأعمال الأمريكي للاستثمار في القطاع السياحي بمصر، ونبذل أقصى ما في وسعنا لمواجهة الانطباعات السلبية التي تؤثر على السياحة. وللأسف فمن الجوانب السلبية هناك بعض وسائل الإعلام التي تركز على الأحداث الساخنة وسط البلد فقط، بينما لا تتحدث عن باقي المدن والمحافظات التي يوجد بها فرص كثيرة للسياحة وللاستثمار. لقاء جديد يبعث الأمل في النهضة بمجالات السياحة والاقتصاد، لكنه مع أهميته يحتاج أن يترجم إلى واقع عملي بدلا من المؤتمرات والندوات التي لم يشعر بها المواطن المصري ولا بمردودها حتى الآن. من الإسكندرية محمد مدني، مصر 25.